هيلعب الماتش الجاي ضد مالي اللي هيقام يوم الاثنين اللي جاي باذن الله. ماتش النهارده كانت مباراه تجربه قويه للنادي الاهلي، استطاع ان يفوز على وادي دجله 5-1. في المقابل وادي دجله قالوا ايه؟ يعني الناس بتقول ازاي وادي دجله يتغلب 5-1 يعني؟ فالمدير الفني قال ان اللعيبه مش متعوده انها تلعب 10 الصبح. نمره 2 ان معظم اللعيبه ما عندهاش اي هدف، بيلعبوا بلا معنى. يعني من وجهة نظري يعني لا، يعني ايه بلا معنى؟ يعني انت بتلعب النادي الاهلي يعني برضو يعني لازم تأدي بصورة افضل، ولكن في النهاية الاهلي بيفوز على وادي دجلة 5-1. نروح لأهداف المباراة. ده عماد متعب طبعا، كرة سهلة جدا، وده الهدف الثاني. عبد الله السعيد، عماد متعب جاب الجون الاول، وعبد الله سعيد جاب الجون الثاني، وده الهدف الثالث لدومينيك. ربنا يفتحها يا رب في وشه في الماتش اللي جاي ما يقعدش يضيع. ادي دومينيك الهدف الثالث للنادي الاهلي، وده الهدف الرابع. سيد حمدي برضو ربنا يفتحها في وشه في الماتشات الرسميه، وده الهدف اعتقد ابو تريكه الهدف الاخير، هدف ابو تريكه الخامس. ده دومينيك بسرعته المعتاده بيلعبها بالعرض، يوقف 10-10 ويحطها بكل سهوله ابو تريكه، بسهوله لابو تريكه، مش اي حد يحطها بالسهوله دي، ابو تريكه اللي بيعرف يحطها. وده الهدف الوحيد ل طبعا بتقف من الحارس حماده لملوم، بيحرز هدف وادي دجله الوحيد.